مخيم اليرموك جنوبي دمشق بدأ يتنفس الصعداء بعد بدء سريان الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان الذين عاشوا أشهرا من الحصار. وبعد التوافق على خطة بين فصائل فلسطينية ومسلحين يتحصنون داخل المخيم، بدأت طلائع عناصر فلسطينية مسلحة الانتشار على أطراف المخيم. فقد أسفرت سلسلة اجتماعات عقدتها لجنة للمصالحة مع الفصائل الفلسطينية عن اتفاق يقضي بانسحاب المقاتلين من الشوارع تدريجيا، وهذا مقابل دخول وحدات من الجيش. وكان من المقرر أن تستكمل هذه العناصر انتشارها الاثنين، إلا أنه تم تأجيل العملية ل24 ساعة بطلب من جهات داخل المخيم. دخلت مجموعات متشددة من الحجر الأسود ويلدى المجاورين من جبهة النصرة والجبهة الإسلامية، وقامت بالاجتماع مع قادة المجموعات المسلحة من الفلسطينيين والسوريين من أبناء المخيم الذين وافقوا على الاتفاق، وقاموا بتحريضهم وحتى تهديد البعض منهم من أجل عدم تنفيذ الاتفاق، زعما منهم أنهم خانوهم بتوقيع هذا الاتفاق وأنهم لا يقبلوا أن يكون المخيم يعني مفتوحا للفصائل الفلسطينية وأن يعود إلى حضن الدولة السورية. وفي حال استكمال الاتفاق سيكون الجزء الأكبر من جنوب دمشق قد خرج من المواجهات المسلحة مع القوات الحكومية، فقد جرت مصالحة في بلدة ببيلة وبيت سحم ويلدا وعقربة، كما تمكن النظام من السيطرة على مناطق أخرى جنوبي العاصمة مثل سبينة والحجر الأسود والمناطق المحيطة بالسيدة زينب. وبينما تلتزم هذه المناطق بالهدنة، تتعرض مناطق أخرى لقصف متواصل واشتباكات عنيفة. ففي الحسكة قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات مستمرة بين الدولة الإسلامية في العراق والشام من طرف وجبهة النصرة والجبهة الإسلامية من طرف آخر في بلدة مركدة. أما في إدلب فاستهدفت المعارضة بقذائف الهاون حاجزاً قرب معسكر وادي الضيف، ما أدى إلى مقتل عدد من القوات النظامية. وأضاف المرصد إن اشتباكات عنيفة تدور في محيط مطار النيرب العسكرية، مما أدى إلى مقتل عنصر من الدفاع الوطني. ووردت أنباء عن سيطرة الكتائب الإسلامية المقاتلة على نقطة للقوات النظامية بين جسر النيرب وقرية عزيزة. جنى بولس، بي بي سي.